الوقت الذي يعاني فيه الفقير في تونس من أزمة تدهور شاملة في مستوى معيشته، ويعاني المحتاج من الديون التي أثقلت كاهله، والمتشرد من مسكن يأويه، والعاطل عن العمل من شغل يغطي أبسط حاجياته المعيشية، يلقي وزير التجارة تصريحا في جلسات عامة حول الوضع المعيشي والحياتي للمواطنين، الذي اعتبره في تحسن، وأن تحسين المقدرة الشرائية لمختلف العائلات هو من أولويات الوزارة، وأن كل ما راج في الفترة الماضية هو مجرد مغالطات. تصريح ارتفعت في شأنه أصوات غاضبة تطالب بالالتفات إلى أوضاعهم الاجتماعية المزرية بعد أن أضحى موضوع قفات المواطن حملا يثقل كاهلهم، وأصبحت مداخلهم اليومية لا تكفي حتى لسداد حاجيات يوم واحد، حتى نفقاتهم التي يسددونها من أجل تغطية طلباتهم أغرقتهم في الديون. ولا طلب لهم اليوم غير لمسات رحيمة من الدولة تنقذهم من أوضاعهم وتحسن من مقدرتهم. وزير التجارة هذايا ما نعرفش وين منين جاي، من المريخ، ما يعرفش المقدرة الشرائية، ما يعرفش اللي الأسعار غلات شيء مهول بعد 2010، ما يعرفش اللي معنا الدولار الأورو الدينار طايح، منيش فيه منين جاي من المريخ. أخي ماهوش يشوف الأسوام، المواطن البسيط ما عادش لاقي ما ياكل، ما عادش الخبز البسيط الخبز الرخيص ما عادش نجم يشريه، الدجاج ب 8500، كيفاش يعني ما مقدرة شرائية المواطن الزوالي واللي ياخذ في 200 دينار كيفاش نجم يعيش بربي؟ هذا مسؤول وزير تابع تونس، يعني قاعد يتابع في الأسواق ويتابع في الأسعار، وين هي المراقبة الاقتصادية؟ وين هي المواطن في حالة يرثى لها؟ المواطن مسكين، المواطن الزوالي ما عادش قادر باش يعيش، الأسوام طلعت نار، والمواطن الزوالي يعاني في وين هي مكافحة الفساد؟ وين هي مكافحة الأسعار المشتة ومحاربة المهربين واللي من شأنها باش تخفض في الأسعار؟ برينا شيء. وزير التجارة هذا عايش معانا لهنا في تونس ولا عايش في بلاصة أخرى؟ معناها كي يحكي كيما الكلام كيما هكا، معناها عبارة ماهوش يتكلم على تونس جملة، ماهوش قاعد يقضي جملة معناها في تونس. لا جملة بالعكس، المقدرة الشرائية والمشي قاعدة ترتفع، والوقت اللي باش يعمل فيه لي كومونتير كيما هكا نتصور يعديه باش يلوج على حلول باش ينقص منها نقص في القدرة هذه، نتصور يكون خير بالنسبة لي هو. معناها فما ناس لاباس عليها تقضي وتجي تقضي، فما ناس مازال يتنفسوا، خلي نكملوا عليهم، مازالوا مازال يتنفسوا، خلي نكملوا عليهم حتى ما عادش يتنفسوا. شو لاباس يحكي على روحه ولا على الناس كله؟ فهمتوش انا اش يحكي هنا؟ في برج عاجي هو ويشوف الناس كامل فوق، ويشوف هكا قفة معبية، فما ناس لاباس عليها ومعبية، فما ناس مساكن مش لاحقة جمل، مازالوا نفس برك ربي يعطيهم، مازالوا عمرهم طويل وكا. كيفاش عايش اليوم؟ كيفاش عامل في القفة، في القضية، في الماكلة، في كل شيء؟ عامل اسمع بالبرك، يكذب عليك، اسمع فما ناس تصرف في ملايين، تجيهم بالساهل، تمشي لهم بالساهل راه، وديما يشكوا ويلحقوا، خاطر عاملين الدنيا أكبر همهم، يقول لك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا ما بلغ عاملين الدنيا أكبر همهم، يعيشوا كيف الهم راهي، والله ديما ما يشبعوش، وفما الآخر خاطر قناعة وربي يخدم بالحلال والخبز معناها بضمير، زاد فما ناس الشعب التونسي ما يخدمش، يصور حتى الملايين في الضرائب في الأخرين، والفلوس والله تمشي في الحرام خاطر مش محللها لربي، يصور 400,000 وبحلله ربي خاطر تعب عليها وعارق، فهمتي؟ تمشي في بقعتها ولا باس، فهمتني؟ ومش تحل في حاجات، فما ناس تحل كل شيء لازم، فما حاجات مش لازمه، فهمتني؟ اسمه وعره يعرف روحه كيفاش ينظم روحه، وربي يعاونه، راهي والزوال ربي معاه، راهي ما عنده ما يضيعش. شنو الاسعار تو كيفاش تقيمها انت؟ شنو الاسعار؟ اسعار تاع مواد غذائيه، خضره، غله، لحم، كل شيء. شنو اسعار النار كيما الطقس بتاع تو اليوم؟ نار شنو اسعار فيها هذه تغيب على حد؟ ها تغيب عليك الاسعار انت باهيه تشوف فيها؟ لا لا انت كمواطن كيف هيك باهيه سمعت؟ لا لا انت زماني جاوبني، لا لا سمعت باهيه؟ معروفه وباش تقعدي ما هكاك مش لاين بها، خاطر يقول لك الشعب لاباس عليه، هو لاباس عليه خاطر ما يحسش ما تتصلحش، ومش ناوي باش يصلحوا بالكلام هذا كيف يقول لي؟ نقول انا ماكش ناوي باش تصلح. فلوس ما عادش تجيب حتى شيء، معناها تنجم تاخذ برشا فلوس كوم سالير،
لكن ما تنجمش معناتها توفى فيس على الفلوس فهمني، مش المقدره الشرائيه تنجم تشري، اما ما الفلوس توفى وكاهو معناها ما عادش تكفيك سهريتك، معناها ارتفاع الاسعار هو يمكن يقول المقدره الشرائيه معناها تنجم تشري، صحيح تنجم تشري لكن الفلوس ما فماش فهمني، ما تقعدش قد ما تاخو بريمير تاخو سالير ديما تصرف، معناها معناها الدنيا غليت وكاهو لازم يرخصونا شويه في الاسعار نتاع الدوسي. كيفاش عايش اليوم مقارنه بقبل؟ يعني كيفاش عامل في المصروف؟ تخلط انك توفر كل شيء ولا كيف؟ والله ليه انا تو دينرمو معناها في كريز، يعني مرتي مرضت معناها صرفت عليها برشا فلوس ديجا في الروج وكاهو كيما برشا توينسا اون في افيك فهمت، داركم يعاونوك شويه وانت تحايل شويه شاشيت هذا على راس هذا، انا معناها بيرسونيل مو وكاو ان شاء الله الجاي خير وكاو، احنا ديما نقولوا ان شاء الله الجاي خير ديما متفائلين وان شاء الله ربي يهديهم السياسيين ويحاولوا سيرتوكي من هكا وزير التجاره والصناعه والمسؤولين على الاقتصاد التونسي معناها ان شاء الله يلقاو حلول، خاطر فريمون معناها كاتاستروفيك معناها 2018 2019 ان شاء الله الجاي خير وكاو. في العام هذا باش تحسن حاجات في تونس؟ ما نصورش شيئما مش متشائم، لكن هاك تشوف في البيلون معناها ايكونوميك فما حاجه تفرح، معناها الورو ب 3.5 وباقي مازال معناها هاك ترى تو هما يجي يقول لك مثلا فان 2019 الورو باش يوصل 5 دينارات، معناها حاجه تفرح كيفاش باش نتفائل؟ على الاقل قول لي راه باش يرجع 3.5 تو نتفائل، فما احنا كون مربوطين بالورو والدولار والكونجونكتور ايكونوميك وما مربوطين بالإكسبورتاسيون فهمني، لازم نعملوا إكسبورتاسيون احنا اللي نشريو فيه من برا اكثر من اللي نصدروا فيه، هذاك علاش الدينار طايح، معناها لازم الإكسبير نتاع الايكونومي هما يقترحوا حاجات على الدوله باش يصدروا برشا باش اموا يصير ايكيليبر. وزير التجاره يقول مثال راهو المواطن التونسي يوصل ما يوصل حتى المواطن التونسي، قبل نسمع يقولوا هكا فلان يخدم ومرته تخدم والله اموره معناتها مترفها لاباس عليه، تو كي يخدموا ثلاثه في الدار ما يوصلوش حتى باش يعيشوا، منين نلبسوا توا؟ من الفريد، منين ناكلوا؟ مثلا ناكلوا كان بالدجاج قليل اللي تلقاه في تونس في المواطنين اللي تمشي وتجي تو هكا في شارع بورقيبه باش كما نقولوا ياكلوا بالحم العلوش ولا مواطن معناتها على قده شهريه شو تعمل شهريه 600,000 و700,000 ثم ناس ياخذوا في 300,000. ثم ناس تتقاضى في 300 دينار شهريا، كيفاش حبي ويمشي حو يعطيهم 300 يعطيهم للعطار يقري بهم ثلاثة صغار يكري بهم كيفاش؟ مواطن تونسي تاع برشا برشا. اليوم كيفاش عامل في القفة في القضية؟ كيفاش عايش؟ والله نتحايل مع الوقت، مثال ثلاثة أيام ولا أربع أيام في الجمعة مقارونة، مقارونة جارية ومقارونة معناتها بلاش الحم ومقارونة بلاش الدجاج ومقارونة كل مرة كيف هكا كي يخلص واحد ياخذ حويجة ما ياكل حاجة بها ما فماش، فات النهار بتاع الشهرية نرجعو نعيشو كل عاد. متفائل شوية 2019 تبدل حاجات؟ والله يا مدام بالنسبة لي أنا مدام برشا حزاب صعيب ياسر، مدام معناتها تونس دولة معناتها فيها 264 حزب كيفاش شنو نتفائل؟ والله أعلم أخويا ماذا بينا احنا، ماذا بينا معناتها يتبدل تتبدل الأمور وواحد يولي يعيش ويولي ياكل ولاباس الحمد لله، ما نتصورش والله ما نتصور. مش صحيح اللي يقول فيه، مش صحيح عافتوا المارشي اللي تحب عليه وشوفوا الأسواق تطرح له وين في متناول الجميع، الزوالي مسكين يكذب عليك اللي يقول والطبقه الوسطى بيضه ولا زوالي راه واش تفهموا نبداو، ما فما حتى شيء صحيح، ممكن خير من قبل اما الان باقي الدنيا غالي، برا اهبطوا للسوم وشوفوا الفلفل قداش وشوفوا الطماطم قداش وليت الخضره ما نمشيش حاجة اخرين هذاك هو. كيفاش كي تخرج شنو تقضي؟ شنو تنجم تشري شنو ما تشريش؟ لا يلزمني نشري اللي في مقدوري نشريه، اللي مش في مقدوري ما نشريش، نغزر للسوم وما نشريش هذاك هو. الخضره لازم، الخضره لازم باش عقل ما تعمل تعمل بالخضره، اما باش ياخذ تتصنف الحوت ولا الحم ولا لا، الناس الزوالي ما يعملوهش يولي بالدجاج حتى الدجاج غالي، معناتها امشي من العظم وانت غالي ما فما حتى شيء رخيص، وينه وين المقدر الشرائي؟ ايش يحكي هذا يا اخي؟ مش عايش في البلاد عنده الحق ما يقضيش ما يصرفش هو،
فهمت؟ مش صحيح اللي يقول فيه. يجي ابتر للسوق ويمشوا بالكاميرا يصوروا المرشيد البلايص الكل اللي تحب عليه. مسكين الزوير. معناها سنة 2019 تتصور تنجم تبدل حاجة أسعار معناها مقدرة الشرائية للمواطن؟ شوف مادام الزوالي ما هوش خالط مهما باش تعطيه شهرية، هم الناس ما عندهمش شهري جم كيفاش عايش مانيش عارف ربي معاه هو كهو. خلي باش تقول بشهرية راهو مهما تزيد شهرية حكاية فارغة، مش هذاك ما يستويش الحكاية، الحال ما تستويش. على خاطر كي تمشي البلايص الكل تلقى الدنيا كلها غالية في البلايص الكل، قلت لك الزوالي مسكين اللي لاباس عليه معنا ما نتكلموش عليهم هذاك. أما الزوالي يقعد ديما تاعه ما فماش هذا تقول لي طاح السوم وينجم يعيش بكما يلزم، يستحيل. يقعد ديما محروم، الزوالي يقعد ديما محروم. وصح عليه اللي شايخ في يمه يقول لك الدنيا لابس عليه، مش صحيح. عند طبقه معينه لابس عليه، والزوالي يستحيل باش تكون لابس عليه. فهمت؟ اذا كان مش الطاقه الشرائيه عنده الكرا وعنده يمكن الماء والضوء وانت ماشي وهات 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 والترونسبور عند النقل هذاك حد ما قال لحد. هذاك كان باش عامل على النقل الريفي يزيد يكبر، وين النقل العموم ما فماش. هذاك هو هذاك هو بنيت، ربي يكون في العون وربي يعطينا القوة والصحة للجميع وربي يصبر الجميع. وراه هذه أزمة ماهيش باش تشوف، يكذب عليك اللي يقول لك باش تقول لي نهار تزمة تولي الناس كلها بس عليها، مش صحيح، يستحيل. مش منقطعش الأمل، أما حسب اللي راه فيه وحسب السياسات راه فيه يستحيل. اللي هذا يجبد ليه والمسكين الزوال يكذب عليك اللي يقول لك هذا الصحيح. ما نعيشوش بالسينما، فماش سينما هنا، فما القدره الشرائيه، فما الناس اللي تهبط للسوق والناس قاعده تعاني يوميا. ما نحكيش على السبيطارات وبرا لوج عليهم، هذيك حكايه اخرى. المعيشه غلات، غلا المعيشه اللي صارت الثوره، غلا المعيشه خلاص، نخت خلاص، موت نعيش. شهريتك اليوم مش قادر انك توفق بها في كل شيء؟ لا مش كل شيء. مش قادر تعمل انت؟ عايشين ناكلوا في القوت ونستناو في الموت، مش حتى شيء، مش فاضل ما شيء، لازم في اللازم ندوب ندوب. تتفائل انت السنه هذه تنجم تبدل حاجه، تنجم تخفض الاسعار ولا كيف؟ لا مستحيل، اللي كانت تغلى الاسعار باش تهبط ما تصيرش هذا. المواطن العادي راه ما عادش تحكي له على المقدره البشريه لانه فاتت التوب، في التوب ما عادش حتى واحد. معناه بالنسبه للمواطن اللي يخلص ب 800 وبمليون و 900 ما عادش ينجم يعيش في تونس. هذوما الناس بالنسبه لتونس نتاع 10 من الناس لبس عليهم سيتون، اما الباقي معناه نتاع السالاري هكاك نتاع 900 واحد ما عادش خالط راه. 90% من المواطنين التوانسه بالقروضات، عايشه بالقروضات. هنا ما صدق حتى واحد يقول لك راهو المقدرة الشرائية تحتي، ترى فيها تونس الدينار طلع، المعيشة غليت، شنو نقول يا ربي؟ معناها شنو تتصور أكثر من هكا؟ ما عادش راهو وما عادش تتصلح راهو، ما عادش تتصلح. تتصور أنت باش تصلح؟ اللي يجي يقول كلام واللي يجي يقول كلام واللي يجي يخليك حتى واحد ما هو حاسس راهو بالمواطن التونسي، راهو هذا يكذب عليك. راهو بالنسبة اللي شادين الكراسي حتى واحد ما هو معبر المواطن التونسي، أعطيه يعيش هو ما يموش في غيره. سي سون هذه هي الدولة التونسية تو، يا حسرة على تونس وقت اللي كان وقت اللي كنا في عهد نخلص ب 200 ألف وب 300 ألف وناس عايشة ومخضلة ولاباس عليها. تو الناس توصل تخلص بمليون ومليون ونص وتتسلف وتتداين وتعمل في برشا حاجات. دونك هنا كيفاش عايش؟ كيفاش عام؟ والله بالنسبة لي أنا بو مواطن عادي، زوز ولاد ومرا وأنا، معناها ناخذ في مليون في الشهر مش معيش، ما عادش نزيدك أكثر من هكا. ما عادش عايش يعني؟ ما عادش عايش، معناها مليون بالنسبة اللي عندك زوز خشاشر يقراو ولبستهم وماكلتهم وشرابهم ومعناها باش تلابيهم بالقدر ما تعيشش. ما تعيشش. بسنة تنجم تكون تبدل حاجات ولا؟ صعيب ياسر. صعيب ياسر لانه بصراحه ما عادش عندك ثقه في حتى واحد، واللي يجي راهو باش يشد الكرسي نفس الحكايه هذيك هي ديما. شوف والله قداش عندنا تو من 14 من 2011 قداش من حكومه صارت؟ فماش حاجه تغيرت، برشا شدوا حكومات فماش حاجه تغيرت. يجي يقول لك من الاول يقول لك انا باش نعمل كل شيء، في الاخر ما عمل حتى شيء وراهو في مقدوره. راهو انا متصوره وهذه مش انا قلتها، قالوها حتى صحافه جاني بالنسبه لتونس راهو في مقدوره باش تولي خير من سويسرا.
اذا كان ينحيوا النهبه والسرقه ولا ادري شنو راه باش تولي خير من سويسرا. اما احنا مستحيل باش يجيك واحد يشد الكرسي ويخمم لك على المواطن، راه يخمم مبدئيا كيفاش يعبي هو وغيره 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 وبعد يتلفتوا المواطن. وهذا الشعب التونسي الكل يعرف واش هذا، ماهوش معناها مغفل راه الشعب التونسي، مش الشعب التونسي يعرف الحكايات هذيا، ما عندوش ما يعمل، هذاك هو هذاك هو ما عنده ما يعمل. تو انا باهي سنة تسمع 3 ملايين ما مشاوش ينتخبوا مناش زعما، لأنهم فقدوا ثقة. 3 ملايين ما مشاوش الانتخابات مناش، ثقة وصي ما عادش ثقة فيا. اللي يقول لك أنا باش نحط هذاك باش يطلع كيما هذاك وكيما هذاك وكيما هذاك. هو عنده الحق راه. يعني أنا واحد من الناس ما مشيتش انتخبت ومانيش باش انتخب. قولوا لك بصراحة. هاي لوم قبل على بورقيبة ودرا شنو وبعد الزين درا شنو، بعد الزين كانت ب 5000 فرنك تمشي تعبي قفة يا مدام عايش أخت. صحيح لا لا العباد العباد عايش العباد عايش. انت انت توا انت توا كطفله تخرج ل 11 تاع الليل وحدك؟ ما تخرجش قبل في هذا الزين، تخرج وتمشي وترجع وتصرف العروسات وما يكلمك حد. انت توا راجل، راجل يبدا خايف على روحه، توا راجل يبدا خايف على روحه. دونك وين مشيت تونس؟ مشيت يا حسره على تونس، والله انا متاسف لتونس. متأسف لتونس وهاني نهبط مرة فوق قداش ندور في تونس كي راه هكا بصراحة قلبي يوجع. بعمرها ما تحسن المقدرة الشرائية ما دام التضخم يزيد، ما دام التضخم يزيد وعجز الموازين يجي يزيد وما دام الإنتاج ضعيف، الوضعية نتاع التونسي ما تحسنش مقدرته الشرائية، لأن المقدرة الشرائية مربوطة بالإنتاج، كل ما يتحسن الإنتاج يتحسن حالة الدخل ويضعف التضخم المالي، وقت يضعف التضخم المالي أنا ذاك تتحسن المقدرة الشرائية، فيما عدا ذلك لا يمكن الحديث على مقدرة الشرائية تتحسن. أنت كمواطن تونسي اليوم شو عامل في القفة في قضيتك، كيفاش توفق؟ والله بالنسبة لي أنا الظروف عادية بحكم الدخل العائلي متاعي محترم، مانيش وجد صعوبة كبيرة كما توجدها الناس، لكن أنا نفكر باسم السواد الأعظم اللي معناه ظروفه صعبة واللي المداخيل متاعه محدودة، هذا هو اللي لازم نفكروا فيه. متوسط الدخل التونسي هو بحال محدود، ولذا مع التضخم كما كنت نحكي، إذا هذا يؤدي إلى تراجع المقدرة الشرائية. المقدرة الشرائية متاع المواطن التونسي تدهورت، نقولوا احنا 70%. هذا المواطن المتوسط، الموظف اللي يقدر معناها يقاوم شويه الغلاء نتاع المعيشه. خلي ما نقولوش على ابو العائله اللي عنده 3 و4 ويقراو، نشوفوا الادوات المدرسيه وين وصل سمها. كي هو ينحي وزير التجاره ولا ينحي دعم على الكراس نتاع التلميذ اللي احنا ندعموه باش يقرا باش يتقدم، ويجي يقول لي المقدره الشرائيه نتاع المواطن اللي ولا يحرم روحه من برشا حاجات اخرين باش يشري كراسة ولده اللي وصلت ل 11% ل 24. نحكي لك على خاطر انا ولد الميدان هذايا في نقطة معينة، ما نزيدش عليك أكثر، أنه ولا يحرم روحه من حاجات ماكلة ومتابع باش يشري كراسة. كراسة 24 ب 11%، كيفاش يقرا التلميذ هذايا؟ يقول عنده معناها مقدرة شرائية. شات مقدرة شرائية. شو عامل تو؟ المصروف قادر توفق ليه؟ بالنسبة لي أنا موظف أجون سونيت وحارم روحي كما نقولوا احنا، ما عنديش زيت باش نقدر نعيش. موظف باش نقدر نعيش، أي حاجة زايدة لازم ننحاها، حتى قهوة الصباح. قهوة الصباح باش تقعد تشرب قهوة ما تشربهاش. علاش؟ لأنك ما تولي تفكر حق القهوة هذيك ولا قهوتين باش تزيدهم تعمل تزيدهم الحاجة أخرى. وهذا واحد يبدا يعاون في روحه مش خالي. ما نعرفش كيفاش المقدرة الشرائية يقول هذه من المواطن التونسي ينجم يقاوم، مش باش يقاوم. المواطن التونسي قاعد يدور ينسي في همومه بالدورة في الشارع. ما نحكيش عن الموظفين اللي احتمل ثم كما قلت لك عبد الله الزايد لا. فما بالك الإنسان اللي عنده حاجات على غالب، ما ينجمش يبطل دخان، ما ينجمش يبطل قهوة، ما ينجمش باش يعمل.